في كلمة طيبة نقولة ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. اخوانا الموسيقى دي حاجه رائعه. الموسيقى دي ما علم وعلم ما سهل ابدا. مو سهل ما قلت لك يا عم ليوا؟ ايوه يا اخي الموسيقى دي ما فن وذوق. اي والله فن وذوق. يا اخوانا الموسيقى دي كانت عباره عن الات تحاكي اللحن يعني بمعنى الميلودي لغايه ما يجوا جماعه وكسروا الميلودي. قاعد هو بالغلط قاعد في شنو؟ قاعد في المنهوره قلت ده البلوله ما مسخف كله ها؟ الزول ده قال لك جوناس قاصدين كسروا كان بعكازه كان بفرار لا كده وقع علي واصل والله غلطان انا غلطان انا قاعد معاكم هنا ديا وواقف معاكم ومصنقر معاكم هنا غلطان انا هي غلطان والله كيف ما غلطان البلوله مالك يا اخي انت ما غلطان قاعد لك 4 ولا 6 سنه قاعد لنا برا موسيقى ده كلام فارغ سامي ياكل قروش اهلك البلوله خسرت اهلك قروش كثيره يا اخي ما المفروض يدفعها فيك انت مالكم مال يا اخي انت مالكم مال يا اخي احمد الله قاعد معاكم ده كلام فارغ لك كملت قروش اهلك احترم نفسك يا اخي انا قعدت انا الغلطان انا الفايق قاعد معاكم انت يا هنابل طنبور فراد استغفر الموقف صعب خذ لك جغمه ها الموقف صعب الموقف صعب لا الموقف صعب مالك انت في شنو معليش معليش والله الموقف صعب شديد والله معليش يا استاذ معليش يا اخي جماعه دل جماعه مليوة والبلوله مالهم الاثنين دل هاي بعرفهم تتصور قالوا علينا طنباري قالوا لك كده؟ والله غلطانين تب والله امسحها في وشنا هذول معليش الحق علينا الحق علينا انا دارس اقفهم تقف نازل ليه دحاش ساكت يا استاذ يا اخي ليه دحاش ساكت يقولوا علينا ضيعت قروش اهلي وكملت قروش اهلي في الكلام الفارغ الموسيقى مالك بسم الله الرحمن الرحيم الموسيقى كلام فاضي لا والله والله ما فاضي فاضي هنا هذول الموسيقى دي بكت لغة الشعوب ايوه صح جمال الشعوب صحيح احساس الشعوب صح الموسيقى دي بيقوا يدخلوها في الامراض النفسيه النفساويات ايوه يعني يعزف الموسيقى تلتهب المشاعر والاحاسيس ايوه او تار الانسان كلها تتحرك مع الموسيقى يا سلام يخرج الالم من الانسان يا سلام يعني الانسان بيقوا شنو نظيف كأوتار الموسيقى الرنانة شفت الكلام ده كيف؟ يعني يبقى العلاج علاج نفسي اي يقولوا لي الحبوب المعركة هذول انت الموسيقى كلام فاضي لا والله والله مو فاضي هذول الدحاش ساكت هذول ايه يا اخي اي ليه يا اخي؟ ايه يا اخي في هنا تتخيل معي؟ اي مجموعة من الأوتار الموسيقية كل آلة تعزف نغمة براعة كل هذه النغمات تتجمع في بوتقة واحدة موسيقية رائعة هذه البوتقة تلهب المشاعر والأحاسيس وتلتهب الأحاسيس ويتمايل الناس في هذا النغم الرائع رائع روعة فنان وموسيقي وملحن رائع رائع دي القنقليشة؟ نعم القنقليشة هاي ليش اشرب انت والله اللي عبرت عبير المزيكا دي نسيبتك كون قول هذا بعينك قول قول هذا بعين منها الجنيسر الطنباري الله ينعم يا طبعا يا اخي والله انت معزتك عندنا بالدنيا يعني احنا بس كل الموضوع حبينا نشاغلك يعني ونعمل البساط احمدي لكن طبعا انت زول قريت ومشيت برا يعني واحنا
بحم ساكت خلينا القراية هذول والله وبقينا ناس معاي ساكت. والله يا اخواننا جايلكم دي بالدنيا شارب من يجلس غم. يا سلام يا سلام عليك. نحن ما جيل واحد من زمن الصغر. هاي تتذكر تتذكرنا ومشارك سوا للطير والسمك وجباتي وجباتك. دم الزمن الجميل يا اخي. يا سلام. الزمن ذاك يا اخوان انا كنت صغير ما بتخلوني اقرب منكم كلكم. احنا هسه والله كان لكن طريقه ما تقرب منها لكن مجبورين نسوي لكن اقول لك كلام البلوله. نعم دم ما قام مسلط بحب المرزيقه من زمن طنبور القصب. مرهيف مرهيف. اخوانا طالوا طنبور. لا لا يا اخي تتذكر لما بيجيب علب اللبن الكبار ذاك وبتكفين عليه وشين وتقعد يدوق فيه كزابونجوز يعني. لكن نرجع للسؤال. يا اخي في واحد كذا اسمه العبادي يا اخي زول سكاني سكه وقبضني دقاني دقه الزول ده وين؟ يتوفى رحمه الله عليه. الله يرحمه يا اخي. اغفر له يا اخي. الله يرحمه يا اخي. اها نعم بعد احنا والله الليله ليل بجيب لك الاثنين ديل ثاني فيما بعد تسلقفهم ان شاء الله. لا لا شفت بالناحيه دي مشي الهم. لكن يا اخواننا اقعدوا تعشوا معانا. ها؟ اقعدوا تعشوا معانا. خلاص يا اخوانا. يا سلام زمن جميل والله. الله يكرمك يا نعوم يا اخي. انتوا عارفين الفن ولغه الفن هي طبعا من جماليات الروح. ايوه. عشان كده انا بفكر انه الفن ده هو عميق جدا جدا وساحاته واسعه. عشان كده يا اخواننا يا اخواننا الله نتغدى هناك. العشاء العشاء يا اخواننا. يا زول صوت النوى ده ما بتتلقاه اذان بتلقاه القلب دز دز دز. ها زول العجب الدلوك وماك طالبني حليف الدلوكه دي كنت تنقر ويخلفها بشتم جسمك يتخدر تب وتخش لك في حاله حقت غبيان وجلدك ده يسخن وجعر جلدك ده يجيب شعره شعره وتركز للصوت يدوك ثلاثه نم دمك ده شو يخش فيه مركوبك تمرق من الدار دي تفجخ فيه زي البقره الخشاله في طين. تحسه بتاني يوم سبحان الله جلد الليله تحسه بكره وتقعد تداعي الله يضرك او ضري حال لجلح ده جلد تدقنا ليه يا اخي؟ انا اشتهيت لك زنباره مع الدوبيت قرعه وفيها ماسوره وتقعد تنقر. بالمناسبه الموسيقى ماده الغناء الشعبي بالعكس التاليف الموسيقي مجموعة أفكار تستند على الماضي وتصطحب الحاضر وإيقاع الحياة اليومي واستشراف المستقبل واستشراف المستقبل. هذول الكلام ده تقول لهذول بيفهموا الزيارة اللي قدامك ديل لهم فارزين تراث ولا عندهم مستقبل. عموما أنا مصر على التجربة وتشكيل الوجدان عن طريق الموسيقى وده عنوان أنا متنازل عنه. يا زول بعافيتك قول وراي بام بارارام بام بارارام بارام بام بام بارارام بام 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 بارارام بام بارارام بارام بام بام بارارام بام 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 بارارام بام بارام بارام. هاي هاي الله يديك الضفادع في ترعة بس زي ما قلت لكم ده ايغاء. انا حوريكم شنو ايغاء. ايوه هيب هوب هيب هوب. ايوه الايغاء هيب هيب هوب هوب كده هيب هوب هيب هوب هيب هوب هيب هوب هيب 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 هيب هوب هيب. ها ها لا هنا لا ايقاع الهيب هوب صح؟ اي ايقاع الهيب هوب يحبكم الوجع اللي يحبكم. انا قلت البيت ده يرجع والله ده شنو بتسوي فيه ده؟ ايقاع الهيب هوب. أيوه. عليك الله نعم ما بتخيل والله انت فعلا زي ما قالوا زيارة السبيل زي كلامهم فيك صح. انت والله اهلك ضيعوا قروش وساكت يعني هسه مودينك لا برا. انا قلت لك سلقفهم يا اختي تخلفهم. ايقاعاتنا دي ما لعيبه عندنا اكثر من 300 ايقاع. العالم نتحدى اي دوله في الدنيا دي عندها ثلاثه ولا اربعه ايقاعات، احنا عندنا 300. خليت ده الكت ومشيت مسكت في الواحد اللي عندهم ده. مالك يا اخوي عيب لي الدلوكه، عيب لي التمتم، عيب لي الكلش، عيب لي النقاره، اقول لك شنو والله اسوي لك شنو والله اعد لك ياتو، هسه خلاص يعني ده اللي فضلت عليه. ايوه كده هوب هوب هيب هوب هيب هيب هوب بس 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 سمعتوا بالتو تو 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 تو
لا لا ده اللي قاعد جديد هذا. هاي شاركيني هيب هوب كان دي مالا. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولها وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة بين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى.